في عام المحافظه ومعاه الوزير الاستاذ الدكتور احمد عزيز قائد مرحله تطوير الجامعه في هذه الفتره الزمنيه التي فاقت كل التوقعات وقفزت قفزات عاليه لا يخطئها قاسي ولا باني ويراها كل ذي بصيره قبل ان يراها ببصره. الحقيقه معالي الوزير تطرق زي ما بقول له احنا مش شغالين حاجه دلوقتي ما هوش شغال ليش بنسجله بس الانشطه اللي بننفذها معالي الوزير حتى في الطب يعني اطلق وتكلم وفي تطوير التعليم اطلق وتكلم والحقيقه هو ما اشار اليه استحداث مقرر جديد ضمن المقررات الالزاميه للجامعه تحت مسمى مقرر الصحه الانجابيه هو ده امثل لعلاج هذه المشكله في هذه الفتره. يمكن الاستاذ الدكتور سحر اشارت الى بعض دول النفوس الضعيفه من الاطباء لهذه الجريمه من خلال قيامهم بعمل صحول بس انا عايز اغير كلمه ختان اناث هي مش ختان اناث على الاطلاق لو استخدمنا كلمه ختان يبقى بستقيها من ختان الذكور وختان الذكور هو مكرمه واشار اليها الدين في كثير من الاحاديث واثبتتها الابحاث العلميه الحديثه ان ختان الذكور كثير من الامراض الشديده مش هقدر دلوقتي في الجلسه المختصره دي اني اتطرق عليها. لو خدت اللفظ ده وسميته ختان اناث يبقى كانه بديل لختان الذكور، كاني انا باللفظ بديهم تقنين لما يقومون به من جديد، هو ليس ختان بالمره. انما حتى الكتب الاجنبيه سميته فيميل جينيتال ميوتيليشن. وفيميل جينيتال ميوتيليشن ترجمته باللغه العربيه تشويه الاجزاء التناسليه للانثى. فانا لا استطيع بالمره اني اطلق هذا المسمى على هذه الجريمه. هي ليست في الامر ختان لاني انا لو قلت ختان وانا عايز امنع الختان يبقى انا عايز امنع مكرمه وبالتالي انا باظهر كاني بحارب مكرمه تعطى للاناث وانا بحاول انتزعها منهم. لا هو ليس ختان بالقصد هي تشويه للاجزاء التناسليه الخارجيه للاناث وفي بعض الكتب الثانيه بتسميه كاتنج اوف اكسترنال جينيتاليا يعني قطع للاجزاء التناسليه وهو في الاصل ليس ختان في الاصل ومسمى ختان انا بدون علم مني أو بجهل مني بقنن لهم هذا الأمر وكأني أنتزع منهم أمرا مقننا وهذا ما يعمل عليه مروج هذه العادة الموروثة المدسوسة لدى الشعب المصري والذين يعملون فيه على اللغة لغة العطف الديني، احنا دايما لما بنشتغل في الدين الناس كلها بتلف حوالينا، فلما أقول ختان يبقى دي مكرمة، وأنتوا عايزين تحاربوا الختان عايزين تنتزعوا مني ما مكرمة، لا طب ده الرسول قال والرسول قال تدخل بقى الاحاديث المدسوسه اللي هي في الاصل ضعيفه وفندناها في اللقاءات في الندوات الموسعه وقلنا هذا الحديث حتى لو اخذنا به على انه هو طبعا حديث ضعيف ومضعف تماما في روايته الحديث الذي اشار لما قال لام عطيه الذي كما قيل في روايته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى امراه في المدينه تسمى ام عطيه تختن انثى فقال لها موجها يا ام عطيه اخفضي ولا تجوري أو أخفضي في رواية أخرى ولا تنهكي هو في الحديث تسلسل الحديث في روايته ضعيف لأن أحد روائه شك في أمره وقيل أنه حديث ضعيف لكن جدلا أنا هذا الحديث نشرت فيه بحثا مشتركا مع إحدى أستاذات كلية الدراسات الإسلامية ورقيت بهذا البحث اللجنة العلمية إذا افترضنا جدلا أنه حديث قوي لنرجع لمفردات الحديث يا أم عطية أخفضي في أصل اللغة أن أقول قد خفضت الشيء أي نزعت منه ما لا يرجى منه فائدة كان أقول خفضت هامتي تواضعا أي أزلت من هامتي الكبر والتكبر على خلق الله لكي أتواضع له هذا هو الخفض الخفض هو إزالة ما لا يرجى منه فائدة طيب ما لا يرجى منه فائدة في الأجزاء التناسلية والتي يجرى عليها ختان في الذكور هي الجلدة الأمامية التي تقع أمام العضو الذكري هي ليست فقط لا يرجى منه فائدة ولكنها تأتي بضرر إذا من 7 سنوات عشان نميز هذه الجلدة عشان نشيلها دون إزالة العضو الباقي نحن نستطيع ذلك الدين قال في هذا الأمر دفع الضرر خير من جلب المنفعة يبقى أسيب العضو بالجلدة البسيطة بتاعته دي اللي ملهاش عزة خالص ولا هتعيق حاجة ولا تعمل أي أمراض في البنات الحقيقة معالي الوزير اشار الاستاذ دكتور احمد قال ان انا احط مقرر اسمه الصحه الانجابيه في تدريس الطب لمرحله البكالوريوس هو الطريق الامثل لازم تشال من مقرر امراض النساء
موضوع اسمه ختان الاناث ما يتدرسش ابدا في المدرجات. ويمكن السنه دي كان حظي كويس ان الفرقه الثالثه اللي بدات الدراسه 24/6 جه عليا الدور انا في تدريس هذا الموضوع، فغيرت الموضوع تماما ودرست لهم واتس كول اف جي ام في ميد جينيتال ميوتيليشن. يبقى الطالب وهو في مرحله البكالوريوس ما بياخدش خطوات الختان اصلا، انا ما بعلمهالوش، شلتها من المقرر خالص وعدلتها الى تشويه الخارجي للإناث، الأضرار القريبة والأضرار البعيدة، وعلمت الطلاب اللي أنا عايز أعلمه لهم. يبقى هو طالع أصلاً ما يعرفش يعمل العملية، واللي عرفوا مني إيه المشاكل اللي تحصل لو عملنا هذا الإجراء المجرد. حسن استماعكم، معلش أنا أطلت شوية بس الموضوع ده واجعني جداً، وعشان كده لازم يحل حل راديكالي منذ مرحلة البكالوريوس. الطالب يطلع عارف إيه المشكلات، ما يتعلمش العملية دي في الأصل، وبالتالي لما يطلع يبقى طبيب ما يعرفش يعملها لأنه إحنا ما علمناهلوش في البكالوريوس. وبالتالي ده هو الحل الأزلي الأبدي اللي هيقضي على هذه المشكلة.